السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة الله، اليوم راح نبدي باللور نيم فراكتشرز، وراح نبدي أول شيء بالفيمورال نيك فراكتشر، وراح نغطي هاي الأوبجكتيفز. فيمورال نيك فراكتشر هو most common site of fracture in elderly people، وخصوصا post menopausal females. الميكانيزم of injury، المريض حيصير عنده أو الإلدرلي حيوقع على fall on greater trochanter، أو إذا دول عندهم severe osteoporosis ما راح يحتاج يوقع، مجرد simple twisting external rotation للفيمار حيسوي له فراكتشر، فما راح يحتاج فورس عاليه. اما باليانج بيبل اللي بجدنا لا، يحتاجون فيري هاي جريد فورس حتى ينكسر. ويوجوالي اللي عندهم فيمورال نيك فراكتشر بعمرنا يوجوالي عندهم اسوشيتد فراكتشرز، يعني يحتاج قوه كبيره. بالنسبه للكلاسيفيكيشن حنقسم على اكوردنج تو جاردن كلاسيفيكيشن باربع اقسام. اول شيء انكومبليت امباكتد فراكتشر، حيصير عندي الهيد ويا ويا النيك فالغاس ريليشن. التايب 2 فراكتشر حيصير عندي كومبليت بات نون ديسبلايز فراكتشر. تايب 3 حيصير عندي كومبليت وذ مودريت ديسبلايزمنت. تايب 4 حيصير عندي كومبليت وذ سيفير ديسبلايزمنت. تايب 1 تايب 2 ذي ار جود بروجنوسيس، بس لازم ننتبه انه ممكن بسهوله يتحولون الى تايب 3 وتايب 4. فباكر عقبه بالطوارئ لما نشوف واحد تايب 1 تايب 2 هذا قبط اقول له بيد ريست وتحوله على اورثوبيديك وتابع على فولو اب، لان ممكن حيتحول الى تايب 3 وتايب 4. بالنسبه للكلينيكال برزنتيشن، المريض حيجي عنده بين ان ذا هيب، حيصير عنده ديفورميتي خاصه مثل ما تشوفون بالصوره. الافكتد لمب مالته حيصير اكسترنال روتيتد واسوشيتد وذ شورتنينج، بس مو دائما هيك القصه. اللي عندهم جريد 1 وجريد 2 كلاسيفيكيشن ممكن حيجي عنده فقط pain in the hip، ممكن حتى يقدر يمشي طبيعي. فباشر عقبه لما يجيك عمه للطوارئ يقول لك انا شوي عثرت او وقعت عندي pain بالهيب، هذاك الوقت لازم عندك high index of suspicion وقبل دز اكس راي تحطه follow up جوا عينك، لان هذا ممكن يكون femoral neck fracture. اكس راي احتاج 2 types AP واللاترال. طبعا AP اهم شيء، يعني من خلالها راح اشخص نوع الفراكتشر. كمانجمنت راح تعتمد على عمر المريض. المريض اللي عمره جوا 60 سنه ممكن راح اسوي له انترنال فيكسيشن الدايناميك هيب سكرو او 3 كانيوليتد سكروز. هاي العمليه المريض وراها يبقى اسبوعين بالفراش ووراها شهر على العكازات. اما اذا كان المريض عمره اكبر من 60 سنه لا، ذاك الوقت ممكن راسا اسوي له هيب بارشال هيب ريبليسمنت ثيرابي او ممكن توتال هيب ريبليسمنت ثيرابي. نجي هسه على الكومبليكيشنز. اول شيء عندي جنرال كومبليكيشنز، لما راح نبدي نحكي باللور لمب تختلف عن الابر لمب. اللور لمب حنبدي بمشاكل البيد ريست اللي هي دي في تي، اللي هي بيد سور، اللي هي هايدروستاتيك نيومونيا، واللي هي يوريناري تراكت انفكشن. بس عندي كومبليكيشنز خاصه لوكال اللي هي اهم شيء عندي ثلاثه، اللي هي اولهن افاسكولونكروسيس. افاسكولونكروسيس تعرفون الهيد اوف ذا فيمر يعتمد تقريبا فقط على السيركونفكس ارتريز، وهو انترا ارتكولار فراكتشر، فما راح يصير عندي فراكتشر كل الوصفه راح ينقطع. فعندي هاي برسنتج اوف افاسكولونكروسيس ان فيمورال نيك فراكتشرز. تعتمد المانجمنت مالته على العمر المريض. اذا كان ممكن يونج بيشنت ولد صغير هيلثي ممكن اسوي له كوردي كومبريشن او ممكن ري الاينمنت او سيستومي. بس اذا كبير ادلت لا، ذاك الوقت ممكن اسوي له التوتال هيب ريبليسمنت من البدايه. كومبليكيشنز الثانيه اللي اوستيو ارثرايتس ممكن يصير، والكومبليكيشنز الثالثه اللي هي نون يونيون. نفس الاسباب لانه البلاس سبلاي قليل، ممكن اني خربت الجوينت بالفيكسيشن مالتي. نون يونيون هم نتعامل وياه اذا يونغ واذا الدرلي. اذا الدرلي راسا توتال هيب ريبليسمنت، واذا ما اقدر نعوفه بوحده. اما اذا يونغ راح تعتمد، اذا الهيد الايف عايش هذاك الوقت اني راح اسوي له انترنال فيكسيشن واوستيتومي. اما اذا كان الهيد ديد فمن بدايه توتال هيب ريبليسمنت. سلام.